في يوم القيامة والناس واقفين عند الحساب والكل خلاص عرف مصيره، فاللي بيدخل الجنة بيكون سعيد ومبسوط لأنه بيعيش أسعد لحظاته بعد كذا، أما اللي عرف إنه مصيره في النار فيخاف ويرتعب من العذاب اللي ينتظره، وفي ذاك اليوم يؤتى بالنار وهي تجر 70,000 زمام، وكل زمام يجر 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000 ملك يجرون النار. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف جبريل بأنه طرف جناحه بس يغطي ما بين المشرق والمغرب، فلك أن تتخيل أحجام الملائكة وعددهم الهائل وهم يجرون النار من مكان ما خلقها الله إلى أرض المحشر. وترى النار وهي جاية تكون متحمسة إنها تاخذ كل الكفار، لدرجة يطلع من النار عنق مخيف ومرعب ويتكلم، فإيش بتقول النار في ذاك اليوم؟ وكيف وصف النار وشكلها؟ ومين أول من يدخل النار؟ وهل النار تشبع من كثرة الناس اللي فيها ولا تطلب المزيد؟ وهل النار هي العقوبة الوحيدة للكافر؟ وكم درجة في النار؟ وإيش الخطاب اللي بيقوله إبليس في النار لأهل النار؟ وهل في أشخاص يدخلون النار ويقدروا ينجون منها؟ وهل 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 وأسئلة كثيرة وتفاصيل عديدة تنتظرك في مقطع اليوم. السلام عليكم، حبشكة شرجة بمقطع جديد، وإذا أنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أقدم قصص ومواضيع مثيرة للاهتمام، فإذا كان يعجبك هذا النوع من الفيديوهات اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات. مقطع اليوم بيكون آخر مقطع من سلسلة الحياة بعد الموت، وآخر شيء بنتكلم عنه النار والحياة اللي فيها، ونسأل الله أن ينجيني وإياكم منها. وكالعادة قبل ما نبدأ مقطع اليوم جهز فشارك أو أي شيء من المسليات واستمتع بالمقطع. في يوم القيامة بعد ما الناس كلها تعرف مصيرها، يمر أهل الجنة من الصراط ويصلون الجنة ويعيشون الحياة الجميلة اللي تكلمنا عنها في المقطع اللي راح، أما الكفار والعياذ بالله فيعيشون حياة مختلفة تماما عن الحياة هذيك، وهذه الحياة تبدأ من أول ما يستلم صحفهم اللي مكتوب فيها مصيرهم والأعمال والذنوب اللي ارتكبوها في الدنيا، ويستلم صحفهم بيدهم اليسار أو وراء ظهورهم، ومن هذاك الوقت يتمنون الموت وما يلاقونه، لأنه بعد كذا بتبدأ حياة الخلد في النار والعياذ بالله، وفي ذاك الوقت هم خايفين من مصيرهم وعارفينه. يؤتى بالنار من مكان ما خلقها الله إلى أرض المحشر وهي تجر، والنار من كبر حجمها تجر 70,000 زمام، وكل زمام يجر 70,000 ملك، يعني قرابة 5 مليار ملك يجرون النار. وترى الملائكة أحجامهم مو زي أحجامنا، فلك أن تتخيل بس حجم النار. والمرعب أكثر في الموضوع إنه النار جاية إلى أرض المحشر تتكلم ويخرج منها أصوات مرعبة، وترى النار لها أذن فتسمع، ولها عين فتبصر، ولها مشاعر فتحس، ولها لسان فتتكلم، وحتى إنه يخرج منها عنق وهي تجر إلى أرض المحشر، والعنق هذا شكله مخيف ويقول كلام يرعب كل الكفار اللي هناك. وهذا العنق لما يتكلم يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من ادعى مع الله إلها آخر، وبالمصورين. بس دقيقة قبل ما نخش في الأحداث بعمق ونتكلم عن كيف الناس تدخل النار ومين أول من يدخل النار، خليني أوصف لك شكل جهنم عشان تعرف قد إيش هي مرعبة. النار لو نوصف كمية الرعب اللي فيها من الحين إلين يوم القيامة ما حنقدر نوصف 1% من الشيء اللي أعده الله للمشركين، ولكن في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم توصف النار، ومنها وصف الرسول للنار بأنه أوقد على النار 1,000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1,000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1,000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، يعني من قوة حرارتها وصلت لدرجة إنه أصبحت سوداء ومو حمراء كالنار العادية. والنار لها 7 أبواب، وكل باب له عمله الخاص، وأبواب النار ما هي متجاورة كأبواب الجنة، بل أبوابها أسفل بعض، فأسفلها وأشدها جهنم، وهناك يكون المنافقين. وتخيل إنه المنافقين لما يلقون في النار وعشان يوصلون لجهنم اللي هي أسفل الدرجات
ياخذ منهم مسيرة 70 سنة، يعني من حافة جهنم إلى قعرها 70 سنة. وأبغاك تتخيل معايا إذا شخص شالك ورماك من برج خليفة اللي هو أعلى برج في العالم ورماك من فوق، كم دقيقة بياخذ منك؟ يمكن دقيقتين. لكن كيف بيكون الألم إذا ما مت؟ فما بالك لمن يلقون المنافق في النار من مكان يبعد عن قعر جهنم 70 سنة؟ فتخيل الألم والعياذ بالله. وأسأل الله أني أنا وإنت وجميع المسلمين ما نحس فيه أبدا. وأما الحين بنطلع طبقة واحدة فوق جهنم، وهذه الطبقة تسمى الحطمة، وهذا مكان المشركين، وفوق الحطمة سقر، وهذا مكان الناس اللي ما يصلوا، وفوق سقر الجحيم، والجحيم فيها الصابئون، وهذول الناس اللي بدون دين، وفوق الجحيم لظة، وهناك اليهود، وفوق لظة السعير، وهناك المسيحيين. أما الطبقة الأولى فيقال عنها الهاوية، وهناك الناس الموحدين اللي بيحاسبوا على حسب أعمالهم، ويخرجون من النار ويدخلون الجنة. وترى ترتيب النار اختلفوا فيها العلماء، ففي اللي يقول انه يبدأ بجهنم وينتهي بالهاوية، وفي اللي يقول العكس، لكن في النهاية تختلف المسميات، ولكن عذابهم كلهم شديد، وكل ما نزلت اكثر كل ما كان العذاب اشد. وحتى انه في النار في ناس يعذبون بشدة البرودة، ويمكن هذه المعلومة تكون صادمة بالنسبة لك، لكن فعلا في ناس في النار يعذبون في زمهرير، وعذاب زمهرير يكون بالبرد القارس والشديد اللي يخلي الإنسان ما يتحرك من قوته. والنار ترى العذاب فيها أنواع، وكل عذاب أصعب وأشد من العذاب الثاني. والشيء المخيف إنه بعد الدخول للنار ما في رحمة تنزل، ولا دعوة تستجاب، ولا حر يخفف، ولا أي شيء بيخفف عنك، بس الناس اللي دخلوها بيجلسوا هناك ويعذبوا إلى أبد الدهر، ويتمنون الموت لكن ما يلاقونه. طيب هذا وصف النار المرعبة، لكن كيف الناس يدخلوها وهم شايفين إنها مرعبة بهذا الشكل؟ المفروض يحاولون يهربوا منها. لا يا عزيزي المتابع، ما في مهرب من النار أبدا، ولكن فعلا الناس بعد ما يشوفوا النار جاية جهتهم يحاولوا الهرب على طول، فيجرون بسلاسل من حديد على وجوههم ويلقى بهم في النار. وترى النار إذا دخلتها مستحيل تهرب منها، لأن النار يحرسها 19 ملك عظام، وعلى رأسهم خازن النار مالك عليه السلام. وهذا الملك هو الملك الموكل بجهنم، ومالك عليه السلام من صفاته إنه ما يضحك ولا يبتسم أبدا، وحتى إنه من يوم خلق الله هو عبوس وشكله مرعب. والله عز وجل أعطاه هذه الصفات عشان تتماشى مع مهمته، وهي خزن جهنم. وحتى إنه الناس اللي في جهنم يطلبون منه إنه يشفع لهم عند الله عز وجل، مو عشان يخرجهم من النار، بل عشان يقضي عليهم وينتهوا من الألم. فيرد عليهم مالك بكلمتين بس: إنكم ماكثون. فيقطعون الأمل ويعيشون الألم طول حياتهم، وكل ما جلودهم وعظامهم انشوت وتحطمت، الله يبدلهم بجلود وعظام أخرى عشان يعيشون نفس الشعور والعياذ بالله. وأسأل الله أن يجيرني وإياكم من هذا العذاب، لأنه أبدا ما يطاق. وبعد ما يقطعون الأمل من الخروج من النار ومن إنهم يموتون، يذهبون لإبليس اللي ورطهم وأغواهم وكان سبب في دخولهم للنار، فيروحون له عشان يشوف لهم حل المصيبة اللي حلت عليهم. فيقول إبليس لهم: إن الله وعدكم وعد الحق بالبعث والجزاء والحساب، وأن يثيب المطيع ويعاقب العاصي، ووعدتكم وعدا باطلا بأن لا حساب ولا جزاء، فكذبتكم وأخلفت لكم وعدي، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما أجبرتكم على شيء، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فأهل النار ينصدموا من خطاب إبليس وكيف إنه جحدهم، ولكن ما يهتموا لذا الشيء، بس يبغون الخلاص من العذاب اللي هم فيه. فيسألوه: طيب هل لنا من خلاص؟ يعني أنت إبليس أكيد تعرف طريقة تخفف عننا العذاب. فيقول لهم: ما لنا من خلاص، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما حتفيدوني ولا حفيدكم. فالكفار بعد الخطاب هذا يجيهم حالة يأس، ويعيشون أسوأ المشاعر اللي ما أقدر أوصفها،
لأنه خلاص بيخلدون في النار وهم يعذبون، وكل مرة تتجدد أحاسيسهم وجلودهم عشان يحسوا بالألم أبد الدهر. ونسأل الله السلامة وإنه ما نكون من أهل النار، وإنه الله يكتبنا من أهل الجنان اللي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والحين عندك الفرصة يا عزيزي المتابع إنه تحدد مصيرك، إما تكون من الخالدين في الجنة ونعيمها أو من الخالدين في النار وعذابها والعياذ بالله. فتدارك نفسك من الحين وتذكر إننا في دنيا قصيرة ما تدوم أكثر من 70 إلى 80 سنة، فلا تغريك هذه 70 و80 عن حياة الخلد. ودائما اسأل نفسك هذا السؤال، هل المعصية اللي قاعد ترتكبها تستاهل إنك تخسر الجنة وتدخل النار عشانها؟ هنا نكون وصلنا لنهاية مقطع اليوم، وأتمنى المقطع كان خفيف ولطيف على قلبك يا عزيزي المتابع، وكمان أتمنى المقطع إنه يكون لامس قلبك وذكرك بالحياة اللي تنتظرنا في الآخرة. فجهز نفسك من الحين لتلك الحياة الغير فانية، وكذا تكون انتهت سلسلتنا البسيطة عن الحياة اللي بعد الموت. وأتمنى السلسلة كانت جميلة بالنسبة لك، وإذا أنت من الناس اللي قاعد يشوفوا المقطع هذا لأول مرة في قناتي ففي سلسلة كاملة تنتظرك فروح شوفها. وأتمنى السلسلة كانت جميلة إذا كنت أنت من الناس اللي شافوا السلسلة كاملة، وإذا في سلسلة ثانية تبغاني أسويها اكتب لي تحت في الكومنتات. وقبل لا تطلع من المقطع اضغط على زر اللايك والسبسكرايب تحفيزا لي على الاستمرار. وإلى هنا كان معاكم يحيى وحبشكش، وإلى نلقاكم في المقطع القادم. سلام.